السلام عليكم الاخوان، نتمنى كل شيء يكون على خير وبخير. فيديو جديد، الفيديو جديد الاخوان غيكون مختلف. المهم في البدايه نتمنى تتبع من الاول حتى الاخر. ان شاء الله غادي ندير فيه 3 دقائق، وان شاء الله في الاخر ديال الفيديو غادي ننصحكم واحد النصيحه بالنسبه للناس اللي كيمرضوا لهم كليباتهم في العوينات ديالهم، اللي كيبقى يخرجوا العماج بزاف وكتبقى تفيق الصباح، كتبقى تطلع عند كلبك باش تشوفو كتلقى عينيه معمشين. ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو غادي نعطيكم واحد النصيحه وواحد الدواء، وغادي تشوفوا ان شاء الله بالتطبيق درتو دايزي والحمد لله. المهم الاخوان، بغيت نتشاور معكم واحد الاستشاره اللي جات على خاطركم. ان شاء الله غادي نبقى نطرح عليكم 3 فيديوهات، وانتم ديك الساعه ان شاء الله غادي تخصوا وتقولوا لي شنو ندير شنو ما نديرش. المهم الاخوان، النصيحه اللي بغيت ندير، بغيت نبدل اول حاجه الاسم ديال القناه والصوره، البروفيل ولا الصوره الشخصيه ديال القناه اللي كتخص الباج فيسبوك، اللي كتخص قناه اليوتيوب، اللي كتخص صفحه تيك توك، واللي كتخص صفحه انستغرام. هادو بربعه بغيت نبدل لهم السميه والفوتو دو بروفيل. الفوتو دو بروفيل ديك الساعه غادي نعزلها انا. بغيت عافاكم، بغيتكم تختاروا معايا السميه، وان شاء الله انا غنخلي لكم شي 4 ديال الاسماء ولا 3 ديال الاسماء، وانتم تختاروا اين سميه اللي ندير. يعني بحال غنخلي لكم رقم 1 هاد السميه هادي اللي عجبتكم كتبوا لي في كومونتير، رقم 2 هاد السميه اللي عجبتكم كتبوا لي في كومونتير، رقم 3 اللي عجبتكم كتبوا لي في كومونتير. هادشي كامل علاش غادي نديرو ان شاء الله؟ باش ان شاء الله غادي نبدل الكونتوني، يعني غنبدل غيبقى داكشي ديال الكلاب، ولكن مره غنبقاو نديرو فيديوهات، غنبقاو نديرو رياكسيون عجبونا شي، عجبتنا شي فيديو ولا شي حاجه ندخلو نهضرو عليه، عجبنا شي واحد دار شي فيديو ودار شي حاجه زوينه ندخلو نهضرو عليه، ندخلو نعالجو ونشوفو كيفاش داكشي اللي دار، ونتمنى هادشي يعجبكم. المهم الاخوان، هادشي اللي غنخلي لكم ها هو ان شاء الله. كاينه الباج يوتيوب ديالي هي هادي، ها هي تنديرها بالفلاش مالين وشاربوني. بغيت نبدل ليها السميه والفوتو دو بروفيل، فيها 93 كا، وكيف ما تنوعدكم النهار ان شاء الله نوصل 100 كا. ما كرهتكمش كاملين تدخلوا ديروا في روشيرش، في الروشيرش ديال اليوتيوب مالين وشاربوني توصلوا ل 100 كا ان شاء الله. غادي نعطيكم هديه الا كان باستطاعتي نشري كليب مالين ونعطيه لشي واحد ندير عليه مسابقه ونعطيه لشي واحد ان شاء الله غادي نديرها. ما كانش مهم كادو من عندي، غادي نعطيه للجمهور ديالي ان شاء الله. كيف ما قلت لكم باج يوتيوب فيها 180 فيديو واصله 93 كا ان شاء الله، حتى هي غادي نحطوها في هذا الفيديو هذا. وشكرا لكم كاملين على التتبع ديالكم، وشكرا لكم كاملين على لي كومونتير ديالكم، وحق الله العظيم الى بزاف ما لقيت باش نجازيكم، لكن ان شاء الله غادي نجازيكم شي حاجه زوينه. باج يوتيوب ديالي هي هذه، في هذا بغينا نبدلوا السميه ان شاء الله. السميه اللي غادي نديروها هنايا غادي نديروها حتى في فيسبوك. باج فيسبوك ديالي هي هذه، فيها 144 كا ان شاء الله. غادي نبدلوا فوتو دو بروفيل ونبدلوا السميه كيف ما قلت لكم ان شاء الله، غادي تعزلوا السميه اللي غادي ندير. وشكرا لكم كاملين وحق الله العظيم. غنبقاو ان شاء الله ديما عائله وحده، وان شاء الله اللي بغى شي حاجه مرحبا به. وكيف ما قلت لكم عاوتاني انستغرام هي هذه، ندخل البروفيل ديالها كونيكسيون، المهم ما عليناش. وباج تيك توك هي هذه الاخوان، واصلين واقيلا 71.9 فاصلة 900 ان شاء الله. تا هي غادي نبدلوا لها السميه ان شاء الله. السميه اللي غادي دير فيسبوك وفي يوتيوب في انستغرام تيك توك الى تولي سميه جديده ان شاء الله. انا عارفه غادي تجيكم غريبه، ولكن شكرا لكم كاملين. وتقدر تطيح لي الكونسيبت، تقدر تطيح لي الباج التسميه اللي غادي ندير، تقدر تبدل بزاف الحوايج، ولكن ان شاء الله غنصبروا. وان شاء الله انا تايق فيكم ان شاء الله باننا ما غاديش نطيحوا، غنبقاو ديما الفوق الفوق، واخا شويه ولكن الحمد لله. ما تنديرش فيديوهات بزاف، راكم عارفين الظروف، خدموا بزاف الحوايج، تنعولوا على راسنا ما تنعولوش على هذا الشيء هذا. وشكرا لكم كاملين، وان شاء الله تستمتعوا بالفيديو ان شاء الله اللي غادي ندير لكم دابا، اللي غنخلي لكم، وبالنصيحه اللي غادي نعطيكم بالنسبه للناس اللي عندهم كليبات كيمرضوهم بالعويناتهم. يلا الاخوان، فرجه ممتعه. فيديو جديد، هذا الفيديو جديد الاخوان بالزربه دغيا. هذا الفيديو هذا فيه المرض ديال الكليبات اللي كيبقى يجيهم واحد العماج في عينيهم. غنوريك واحد الطريقه سهله، سكتنا واحد الطريقه سهله تداوي الكلب ديالكم. والله يرحم والدينا الاخوان، القنوات اللي كاينين كيديروا هذا المحتوى ديال الكلاب الاخوان، الله يجازيكم بخير. بركه ما تبقاو تصوروا، بركه ما تبقاو توريو على، غنوريك الكلب، نوريك هذاك، حاولوا توريو الناس كيفاش يداويو كلابهم. راه الناس بزاف كتبقى دوزو البريفي، بزاف الاسئله على كيفاش يداوي كلبه. المهم ما عليناش، الحمد لله وريناكم كيفاش داوينا الكلبه من الجغبه ولا التونيا ولا كل شنو كيكون ليها. دابا الاخوان غادي تجيب الملحه والمدافي كلينيكس، النيتواياج هو الاولاني، تنيتواي الكلب عينيه بحال هكا، وراها غادي تصفر، غادي دايره 10 دراهم، 10 دراهم غادي تاخذها، غتخدم لك مزيان. هاد البومات الصفراء راه كتخدم للحمام، كتخدم للدجاج، كتخدم للقطيطات، تخدم للكلاب، تخدم لكل شيء. اجي دايزي، اجي لنا، اسي، شو عوينتها، غاسل، اسي، لا قلتي تما ما طلعش، نوريكم، شتي عينيها كي كيصبحوا، ايه، شفتوا عينيها كي كيصبحوا، ان شاء الله دابا غادي نداويوها. هادشي هذا ما غاديش يبقى في عينيها. اجي لهنا جلس،
جلس يلا عسي غاز. شفتو ان شاء الله هادشي ما غاديش يبقى في عينيها، ماشي اليوم ان شاء الله غادي تدوز واحد السيمانه وندوزوا لها الدواء هذا وغادي. وبالنسبه غنوريكم لا نوضي نوضي غير الحاجه شتيها هاد اللعيبه هادي راه برات او غادي الزاب كاين تبارك الله هادشي اللي كاين. يلا سيري تعالي. لا هادشي اللي كاين الاخوان، نتمنى ان شاء الله القنوات الاخرين حتى هما يديروا بحال هادشي، داوي كلبك بشي حاجه بسيطه هادشي اللي كاين. يلا وقبل ما نسالي الفيديو الناس اللي يقول لك بالنسبه هادشي اللي فيه الحنيشات نتخاطر مع اي واحد دايزي يجي نعطيوه الدواء اللي كيعرفوا اغلى دواء ديال الحناش ما غادي تحط والو. راه متفق معاه فاش كيكثر كيكون العماش كثير راه كيكونوا فيه الحناش، ولكن دابا هادي غي هاد العماش هذا ما عرفتش من الناس كيجيها واش من النعاس واش من الغبره ما عرفتش، ولكن حنا نحاولوا نداويوها هادشي اللي كاين. طريقه سهله عاد شد كلينيكس كيف ما قلت لك تعصرو مزيان المدافي والملحه عطني طويل العين مزيان تمسحها 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 مزيان بحالك تمسح المادة الصفراء راه فيها واحد الراس تحاول يعني تشد العين وتخدمها مزيان يعني هاد العين هادي تخرج بومادة شوية وتديرها، ولا كان الكلب غادي تشوفو غادي يدي يحك عينيه برجليه تشد الكلب واحد خمسة دقايق قاد العمى بقا مكونسونطري بلا ديك البومادة دير شوية نفعو نديرها اجي لهنا. يلا جلس دايزي راه مكتحملش الفراخ كيبرسطوها بزاف صافي غادي يمشي ماكلة دايزي. المهم الاخوان نتمنى تكونوا فهمتو ان شاء الله الاستفاده توصل للجميع وشكرا لكم كامل على المتابعه ديالكم، وتنتمنى ان شاء الله اي واحد عجبو الفيديو يبارطاجي مع صاحبو. هاد البومادا هادي الصفراء موجوده 10 دراهم كدير فارماسي. بالنسبه للناس ديال الجزائر وديال تونس ما عرفتش، المهم البومادا ديال العينين ولا غير البومادا ديال العينين هادي راه معروفه هادي كتصلح لاي واحد كتصلح للانسان.